تتكلم عن عدى عن سيارة جيل جراند. السيارة 1300 سي سي 4 سلندر جنوط 14. معانا النهارده عربيه جيلي جراند. تعالى معانا نشوف مع الاستاذ محمد. استاذ محمد هيكلمنا عن العربيه. استاذ محمد اهلا وسهلا بحضرتك. الاول يا فندم هيحكي لنا العربيه ومواصفات العربيه من قدام اللي ادات وكده. العربيه 1300 سي سي 1.5 حصان موديل 2015. العربيه ماشيه 87000 كيلو. فوانيس ليد وفيها رخصه سنه لثلاث اشهر. تمام. العربيه رشه اسم محمد ولا فيها اي عيب ولا فيها حاجه؟ هي رشه بره نظافه بس عشان خاطر اوبر بس، انما ما عدا سقف وشنطه وكبوت. تمام. طب هنشوف يعني دلوقتي يعني امكانيات العربيه. بسم الله ما شاء الله جميله. طب فوانيس العربيه بسم الله ما شاء الله عليها. الفتيس عندنا خمس غيارات، عندنا تكييف شغال بسم الله ما شاء الله، الكاسيت برضو شغال فلاشة ويو اس بي وشغال وصلة اكس يو ار. كراسي عندنا مانوال مش اوتوماتيك.